سواء في العيادات ديالنا الخاصة ولا في المستشفيات، كنلقاو بأنه واحد المضاعفات كثيرة مرتبطة بأمراض المعدة، وهذه كنشوفوا حالات استعجالية اللي بعض المرات كتكون خطيرة، وكنقد نعطي فيها واحد جوج ديال الأنواع ديال الأمراض اللي أساسية، وهو ما يسمى بالحموضة اللي كتكون كثيرة ولا القرحة المعدة. هادو جوج الحوايج، وكاينه امراض اخرى بالطبع. دونك الناس اللي عندهم بحال دابا مثلا متبعين على المعده، دائما خصهم اولا يشوفوا الطبيب ديالهم وداك الشيء قبل ما يكون رمضان، باش ياخذوا العلاج ديال هاد الافه ديال المرض اللي غادي يمكن يسبب لهم مشاكل كثيره. الحل الاول كما قلت هو انه الانسان اللي كيعاني من هذا الشيء اولا يشوف الطبيب ديالو قبل ويعطي علاج، راه كيكون ساهل بعض المرات. ثانيا الا جينا نقولوا مثلا بحال دابا نشخصوا هذه الامراض الحموضه اللي كتكون، داك الابنان كيحمض في رمضان لان النهار طويل، ودوك الحموضه كتطلع للمريء وكتدير ازعاجات كيمكن تمشي حتى للقرحه ديال الجعبه المعده، وثانيا كذلك القرحه المعده هذه كلها كيمكن. دونك الواحد اولا كما قلت لك ياخذ، الا كان مريض ياخذ العلاج ديالو، الا كان مثلا كيتشكى من هذه الاعراض انه اوجاع ولا حريق ولا انيميا ولا حموضه كثيره، يشوف الطبيب ديالو ياخذ العلاج. العلاج سهل ولكن خص ضروري ياخذ الانسان، من المضاعفات راه صعبه وخطيره بعض المرات، كيمكن تدي حتى الجراحه بما فيها الثقب في المعده ولا حوايج اللي تكون صعيبه، والواحد والعلاج سهل زعما الا بغى يديرو. وجهه كما قلتي بالنسبه للناس اللي كيتشكاو من المعده، في الاغلب الاحيان اللي كيتشكاو اللي كيشوفوا الطبيب كنعطيهم علاج اسبوع قبل كل رمضان واسبوع من بعد رمضان، فهمتي؟ هذه ضروريه باش نوجدوه لما بعد رمضان اللي فيه التغذيه كتغلب، دونك ذاك العلاج خصو ياخذو ويستمر فيه. وثانيا الحميه اللي كيدير في رمضان كما يحترمها ويستمر فيها والسيمانه حتى اسبوع ولا حتى 15 يوم اللي من بعد رمضان، باش عاود يسترجع النمط ديال التغذيه العاديه، لانه ملي كينتقل من الصيام الى الافطار راه حتى الدات ديال البنادم ما كتكونش متوازنه، خصها تعطيها واحد الوقت، واحد الوقت اللي يعاود يتمكن باش يضبط الامور.